أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على رفض قطاع الصناعة بكافة مقومات التطور والتي تعزز من دوره الفاعل في الاقتصاد الوطني. ونوه سموه بما يزخر به هذا القطاع الحيوي من كفاءات وطنية تسهم بكل اقتدار نحو تحقيق التطلعات المنشودة بما يدعم المسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا، والسيد علي البقالي الرئيس التنفيذي للشركة بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي على إنشاء الشركة، حيث تشرف رئيس مجلس الإدارة بتقديم هدية تذكارية إلى سموه بمناسبة مرور 50 عاما على بدء العمليات التشغيلية في الشركة. وقد نوه سموه بما حققته الشركة خلال مسيرتها الممتدة ل50 عاما من إنجازات عززت تنافسية مملكة البحرين عالميا في صناعة الألمنيوم والصناعات التحويلية، مشيدا سموه بجهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها وبما وصلت إليه من مستويات متقدمة في مجال الصناعة، متمنيا سموه للشركة ومنتسبيها كل التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد سموه اهتمام مملكة البحرين المستمر بتطوير البنية التحتية الصناعية لما يمثله قطاع الصناعة من أهمية ودور فعال في النشاط الاقتصادي وفي توفير فرص العمل أمام أبناء البحرين، مشيرا إلى مواصلة العمل على تنمية مسارات التطوير في القطاعات الواعدة باعتبارها أحد أولويات خطة التعافي الاقتصادي بما يسهم في زيادة تنافسية مملكة البحرين وجذب المزيد من الاستثمارات. من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة ألمنيوم البحرين عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سمو من اهتمام لشركة ألبا وبالقطاع الصناعي في المملكة، مثمنا الحرص المستمر الذي يبديه سموه من أجل دعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية في مملكة البحرين.